سبحان الله ما تنظرش نفس السيره باش غادي اللي وليتي يمشي ولا خير ولا شي حاجه ملي تنعقلوا عليها ملي كنا صغار تنعقلوا على شيء ما كاين حتى شي جديد لا في الاصلاح لا في شي حاجه فهمت حكومات كيما تدوز الحكومه الاولى الحكومه الثانيه الثالثه دابا ما لا شوف عاش مع الشباب تبارك الله شحال واحد جالس العاطيني بالعمل فهمت كاين على الغلاف الاسعار وصافي هادشي اللي تيبان لي ضروري ضروري يكون شي فرق ضروري ضروري يكون شي فرق الحكومه بالنسبه لك التغيير اللي شفنا البارح مزيان مزيان بالنسبه بعدا للتعليم هذاك الشيء مزيان ولا الرياضه مزيان الحكومه الاولى ما دارت حتى شي حاجه من 2011 ما كاين حتى شي حاجه ما شفنا حتى شي حاجه اللي هي اللي غادي تفرح الشعب وتفرحنا ما كاين حتى شي حاجه مالو شنو الرساله ديالك لهاد الناس اللي كيكونوا مثلا براس المسؤوليه في الحكومه؟ واش غادي نقول لك الله يهديهم الله يهديهم هادشي غادي نقول لك الله يهديهم الله يسويهم الخير ويتمنوا لهذا الشعب انا راه ما عندنا شي واحد اللي هو قريب علينا حنا راه ما عندنا ما كنتمنى حتى حاجه كنتمنى الا سيدنا الله يخليه لينا ويطول لينا العمر ديالو وكنبغيهم ونعاود ناكد عليهم خاصهم ضروري ضروري يتعاونوا مع سيدنا الكل وعاش الملك عادي امور عاديه غدا هي هي الحمد لله على بلادنا كيسونجاوالو كيسونجاوالو قدر هادو اللي جاوا الكفاءه الجديده اللي تيقولوا نتمنوا من الله المهم حنا شعب مغربي ديما عندنا الامل فهمتي ديما عندنا الامل الحمد لله نتمنوا من الله يتوفقوا في المهام ديالهم ونتمنوا من الله ما قدام المشكل كيلقاوه من اللي قبل منه ما عنده ما غيدير هو نتمنوا من الله تقاد الوضعيه وتقاد الامور ان شاء الله الرحمن الرحيم هادو مرحبا بهم ولكن يشوفوا بالدرويش ياك يشوفوا لنا في الدرويش بحال انا تنبيع ونشري يدير لنا شي سوقنا منتجي الله اللي عالم علينا كنخدموا على والدينا وعلى وليداتنا بغينا الله يا ربي تشبي لنا ملكنا يا ربي يا ربي تشبيه وتعافيه يا ربي يا ربي تجيب الشفاء من عندك لسيدنا يا ربي يا ربي تشفينا ملكنا يا ربي وتبعد عليه العديان يا ربي يا ربي تغلبوا على من عدايا كريم حنا اللي بغينا اخويا انت كنبيعوا ونشريو بغينا شي سوقنا متاجر انا كانوا كيدوا لي الساعه وكيقول لي مشات الخيريه وانا اش غناكل ناكل حجر ما ديما تيدوا لي السلعه وتيديوها لي ما تيردوهاش ليا ودابا نحمد الله ونشكر هاد الايامات بعدا ما كيبقاوش كيقربوا لينا واللي بغينا واللي تنطلبوا منهم هما يشوفوا من حق الدرويش هذا هو اللي بغينا خويا الله ينصر سيدنا يا ربي يا ربي تنصرو يا ربي تحفظو يا ربي تعمي عليه ولاد الحرام يا ربي تغلبوا على من عداه يا ربي يشافيه ويعافيه يا ربي هادشي اللي بغيت نعد سيدنا بغيتو يا ربي تشافيه وتعافيه يا ربي يا ربي بغينا نشافيه ويعافيه سيدنا ملكنا كنحبوه كنموتوا عليه يا ربي تشافيه يا ربي يا ربي انت الشافي والعافي هذا هو اللي تنطلب من عند سيدنا الحقيقة الحكومه غاده في المسار الجديد ديالها الكسوفه والبلاد الحمد لله غاده مزيان غاده كل شيء بخير وعلى خير نتمنوا لهم الازدهار من هنا قدام ان شاء الله داك الشيء تيبقى عاوتاني على حساب الكفاءات وكيبقى على شحال من حاجه تيني ولا لا داك الشيء اللي كاين نتمنوا لهم التوفيق جميعا كيبقى داك الشيء وهذاك ما كينقصوش الحكومه ما كاين لا تغيير لا ما كاين لا تغيير لا والو يتهلاو في العمل ديالهم ويخدموا بالنيه والصفا دو الحيوطة وداك الشيء ما كيتبدل والو بنادم هو هو اش يتبدل بنادم اللي واخا يتعين الوزراء وانت راه كتشوف انت راه كتشوف انت من ولاد الشعب راه انت كتشوف بان لك تبدلات شي حاجه يخدموا راه بلادهم هادو هما من خصهم يخدموها اصلا هما الاولين خصهم يخدموا بلادهم ماشي يفكروا راه ما كيديروا لنا والو هنا حنا كلنا خدام على راسو فهمتي ولا لا لا ما جبتهاش راه ما تاكلهاش هو مسؤول على شي حاجه كبيره خصو يديرها فهمتي ولا لا طيب انا مسؤول على هاد الشانطين قادو راه خصني نقادو لما قاديتوش انا راه ما يقادوش ولاد الشعب فهمتي ما عندهمش امكانيه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم